ورجعنا لكم تاني في عسل ابيض. وطبعا عايزه اقول لكم ان يوم الخطوبه طبعا بيكون من اهم الايام في حياه كل بنت، وكل واحده بتبقى عايزه تشوف نفسها احلى واحده في اليوم ده. طب تعمل ايه بقى؟ تروح لمين؟ ايه الالوان اللي تختارها؟ ايه اللي بيناسب وشها؟ كل ده هنعرفه النهارده من خبيره التجميل منال مغربي. برحب بيك يا منال، وبرحب بيكي يا فسنت. منال، انا بقى اول سؤال عايزه اعرفه دلوقتي، لو عندك عروسه ولسه خطوبتها قريبه وعايزاكي تحطي لها ميك اب، بتساعديها ازاي؟ ايه اول نصيحه بتنصحيها لها؟ بتبتدي معاها منين؟ اول حاجه خالص لازم اعرف شخصيتها. هل هي حد اصلا بيحط كل يوم ميك اب ولا اول مره تحط ميك اب؟ ده بيساعدني كتير قوي في نوعيه الميك اب اللي انا هحطه. ليه؟ لان هي لو بتحط كل يوم ميك اب يبقى لازم يوم الخطوبه تكون حاجه مختلفة جدا. وتكون طبعا حاطه ميك اب يعني اشبه شويه بالهيفي او الكتير، يبقى تمام بالظبط. انما لو هي ما بتحطش ميك اب كتير او ما بتحطش ميك اب خالص، يبقى انا لازم ما اغيرش في ملامحها او ما اغيرش في شكلها. طب الالوان هل بتحددوها مع بعض؟ الوان الميك اب بتحددوها مع بعض يوميها لما تشوفيها وتشوفي الفستان، ولا من قبلها بتبقي طالبه ان انت تعرفي تفاصيل اكتر عشان تبقي برضو رايحه وعندك فكره هتعملي ايه؟ هو لازم طبعا لما اكون رايحه اكون عارفه الفستان شكله ايه، لونه ايه، كل ده بيفرق معايا. يعني لو الفستان فيه مثلا شغل كتير انا مش هينفع اعمل ميك اب بردك يكون فيه شغل كتير قوي، لو فيه لمعه كتيره مش هينفع ان انا احط لها لمعه كتيره في الميك اب. ده كله لازم اكون محضراه وعارفاه معاها. لما بنروح بقى هناك باذن الله بشوف بقى هي حابه ايه، لازم اسالها الاول انت حابه ايه. انا ممكن اعملها حاجه هي ما تكونش حباها او مش شايفه نفسها فيها، فلازم افهم هي حابه ايه واعمل لها اللي هي عايزاه عشان تكون مبسوطه وتبقى كمان واثقه في نفسها. خلي بالك بتفرق جدا. افرضي انت عملتي حاجه ممكن تبقى حلوه جدا لكن هي مش مقتنعه، مش حساها، فهتبقى الوقت كله عارفه كشه كده ومش هيبان بقى ان هي مبسوطه في الخطوبه وفي الصور. حتى لما تيجي تشوف صورها او حاجه بالزبط. مش هتبقى حابه دوت. عندك بالزبط. حق. طب هتورينا ايه بقى النهارده؟ انا اوريدي هنا مظبطه لها شويه البيز بتاع الوش، هبدا اكمل لها الميك اب بتاع العين. انا عامله ميك اب بسيط قوي للعين. هحط من لا فتحي بصي فوق، هبدا ارسم. انت اوريدي عملتي ايه فوق العين؟ انا حطيت لونين شادو فوق العين. مش حابه ان انا احط كتير قوي، يعني احط شغل كتير قوي. ودلوقتي بتحطي من نفس لون الاي شادو اللي حطيتيه فوق بتحطيه تحت؟ بالظبط كده. انا اعتمدت شويه على الرموش وعلى الجليتر اللي انا حطاه، وبعدين نفس الخطوات بحط بقى نفس الوان الشادو اللي حطاها فوق بركع احطها تحت خط الرموش. طب وليه اخترتي اللون ده من الاي شادو؟ بصي اللون دوت بينطق الوش او بينطق العين ايا كانت، تمام، وبيريق كمان على اي لبس، اي لون لبس او اي شكل لبس بيريق عليه. يعني اي درجه لون فستان الميك اب الاحمر في العينين هيبقى لايق عليه. بالظبط كده. طب بالزبط. هل الاي شادو الاحمر ده بيليق على كل البشرات؟ يعني كل لون البشره؟ يعني مثلا انا ملاحظه ان باسنت بشرتها فاتحه، لو واحده بشرتها خمريه اكتر خمرية منها او سمراء يليق عليه ولا لا؟ ممكن يريق عليها، بس لو هي لو هي الدرجه بتاعتها مش سمراء قوي، يعني مش سمراء قوي قوي، يعني خمريه وسط كده، يبدا ممكن الميك اب يظبط عليها شويه. انما لو هي بقى سمراء قوي لا، احنا بنختار شويه الوانات اللي هي بتريق على السمر، اللي هي الالوانات بقى اللي هي جايه على موف. تمام، دي بقى الوانات بتريق على السمر شويه علشان كمان ايه تظهر جمال الشكل ويظهر جمال العين. ده اهم حاجه عندنا. انا حطيت لها بس باودر علشان بعمل رسمه للشادو. انت اصلا كنت حاطه فاونديشن وكونسيلر مش كده؟ بالظبط. تمام، فالباودر بقى ده ليه بقى فوق الكونسيلر؟ لا انا بس عشان الباودر طبعا بيثبت الكونسيلر اطول فتره ممكنه، خصوصا الباودر اللوس. تمام، اللي احنا حطيناه دوت مش بيكلكع، مش بيعمل خطوط تحت العينين؟ لا لا خالص خالص خالص. الباودر دوت بيحافظ على ثبات الكونسيلر اطول فتره ممكنه. تمام، ما بيكونش فيه اي مشاكل خالص يعني. تمام، طب ايه بقى الخطوه الجايه؟ هنعمل بقى الكونتور. الكونتور، احكي لي بقى عن الكونتور. بنات كتير بتسمع عن الكونتور ونفسها تتعلم يتعمل ازاي، ده حاجه صعبه ولا سهله؟ عباره عن ايه الكونتور؟ لا لا هي مش حاجه صعبه خالص، الكونتور بسيط قوي. الاول الكونتور انا عندي نوعين كونتور، في كونتور باودر زي اللي احنا شغالين بيه دوت، وفي الكونتور الكريمي. اوكي، تمام. بالنسبه للبنات يعني انت بتحطي ميك اب لنفسك وكده، احنا بننصحهم بالكونتور الباودر. تمام، اشمعنى؟ الكونتور الباودر سهل التحكم فيه اكتر، اكتر من الكريم. تمام، بالظبط كده. وبعدين ما يعني ما بيديش شكل شيب قوي للوش،
وبعدين في ناس ما بيظبطش معاها قوي الكونتور الكريمي. تمام تمام. الاول اقول لك بس ان انا طيب. بحطه ازاي. ايوه، وعايزين نشرح للناس الهدف منه كمان. اوكي. انا بجيب من اول الودن كده وبدخل بيه على بسيط لنص الخد. تمام. بشكل دائري علشان يكون عندي مدموج، ما يكونش كأنه خط كده واضح. تمام. هعمل الناحية التانية برضو. فده عشان يبرز جمال خدودها. علشان يبرز جمال الخدود، وكمان علشان لو انا عندي مش ديفو، بس لو الخد عريض شوية او حاجة، برضك بيعمله سحبة كده شيك، يعني شكلها بيكون ظريف. طب ولو واحدة ما عندهاش خدود قوي؟ لو واحدة بقى والشها رفيع، بنعتمد اكتر على الهايلايت. الهايلايت الهايلايت هيكون افضل معاها كتير من الكونتور اللي هو الغامق ده، بتوع نظرية الظل والضوء يعني زي ما بنقول. بالظبط. فاحنا دلوقتي بنعمل كونتور للخدود وللمناخير وللانف. بالظبط كده. وبعدين ممكن بقى نعمل هايلايت بقى كمان، وبالذات لو واحده وشها رفيع هتستفيد اكتر من الهايلايت، انه يبرز خدودها اكتر. بالظبط كده. عشان الكونتور هيرفعها. بالظبط، خصوصا الهايلايت اللي هو الكريمي اللي هو زي الكونسيلر كده، ده احنا بننصح بيه قوي للناس اللي بشرتها سوري، للناس اللي وشها منحوت اوريدي، منحوت لوحده يعني. حلو جدا جدا. هنحط البلاشر بقى. البلاشر بقى بيبقى على ايه؟ على اورانج ولا على احمر ولا على برونز؟ يعني مع الاي شادو ده تفضلي ده انهي درجه؟ لا انا بحط اللي هو اللي جاي شويه على بينك. بحطه شويه كده على بينك، لان انا الهدف بتاعي ان انا اخلي الميك اب يعني بسيط ويناسب، مثلا لو انا عايزه اعمل ميك اب خطوبه، لو انا عايزه اعمل ميك اب سوري. تمام. يكون الموضوع بسيط قوي، فبختار الدرجه اللي هي جايه على بينك او على روز شويه. تمام. زي ما قلنا بقى ان احنا الكونتور خدناه من اول الودن لغايه نص الخد، البلاشر بنطلع بيه على بره وبيكون فوق خط الكونتور على طول. بالظبط، على نفس الصف بس فوقيه. بالظبط بالظبط كده. حلو جدا جدا. طب مش بتحددي بالكونتور برضو الدقن؟ ممكن طبعا احدده، وممكن اعمل كمان طابع حسن من هنا. هوريكي دلوقتي. ممكن من هنا. ايوه. ده ليه بقى؟ ليه بيتعمل في الحته دي؟ لو انا عندي الجزء دوت كبير شويه، او فيه يعني ممكن يكون ساعات بيبقى مليان بحاجه بسيطه، فبالتالي بتبقي عايزه تنحتيه وتبينيه ارفع. بالظبط كده. فباخد من الكونتور دوت، ما بطلعش بقى بيه على فوق، لا بنزل بيه على تحت. على تحت. بنزل بيه كده على تحت عشان يعمل ظل للمنطقه اللي هي تحت. بالظبط، يبينها انحف ويبينها كمان، يعني كانك بترسمي الوش من اول وجديد. حلو قوي قوي. طيب لو واحده خطوبتها الصبح، هل هتحطي نفس الميك اب ده؟ هتحط نفس الميك اب دوت عادي جدا، باختلاف بس الكونتور. ممكن نخلي مكان الكونتور برونز يكون افضل طبعا، لان احنا مش بننصح قوي بالكونتور فتره الصبح. فعلا فتره. بالظبط، لان هو ما بيبانش حلو، ما بيبانش مظبوط، ما بيبقاش شكله طبيعي. وطبعا بالزبط. احنا لو خطوبه بالنهار نبقى حابين ان الميك اب يبقى شكله برده طبيعي، يبقى شكله طبيعي جدا عشان يناسب الضوء. بالظبط كده. ودلوقتي ليه بقى بتحطي باودر في الحته دي؟ انا بحط باودر فاتحه شويه في الجزء دوت علشان يعرض لي العظمه بتاعت الفك. تمام. فيبان لي اكتر ان الجزء اللي تحت ده منحوت او مسحوب. تمام. انت بترسمي، انت اكنك يعني بتنحتي فعلا. بالظبط. الموضوع فيه فن كبير على فكره. طبعا مش بالسهوله اللي الناس متصوراها يعني. لا لا لا، هي الناس طبعا بتبقى فاكره ان الموضوع يعني لو عادي يمسك فرشه واشتغل. ايوه بس يعني. لا لا، الموضوع فيه فن، وفي مناطق معينه عشان نحط فيها الكونتور طبعاً. ومناطق عشان نحط فيها البلاش. الموضوع يا جماعه مش بالسهوله اللي انتم متصورينها يعني. بالظبط. طيب الهايلايتر بقى، هنحط دلوقتي بقى الهايلايتر. الهايلايتر بتاعي بيكون على عظمة الخد. ايوه. هقول لك المناطق بتاعته. حلو قوي. وبيدي ايوه بيدي ايحاء كده ان
ان الخد مثلا فيه لمعه او مبلول او يعني بالزبط. حلو جدا خصوصا لو الميك اب دراي قوي بالظبط، فده بيدي حيويه للوش، بيدي حيويه فعلا ومهمه جدا كمان بالظبط. وبنحطه هنا كمان عند الانف، هي دي بقى المناطق بتاعه الهايلايتر، الهايلايت بالظبط. وممكن كمان نحطه هنا ايوه فوق الشفه الفوقانيه على طول بالظبط. الهايلايت بيظبط قوي قوي شكل الميك اب اكيد، يعني بتلاقي في الاخر بقى الشكل بتاع الميك اب ظبط بقى معايا. دي حقيقه عايزه اقول لك، بعد ما طلع هايلايت عماله بقول هو احنا ازاي زمان كنا ما كناش بنحطه زمان فعلا، وصعب الواحد يتصور هو هيستغنى عنه يعني خلاص. احنا تعودنا عليه وعلى الكونتور يعني، حتى لو نازله الصبح ايوه بتحطي بسيط منه او بالظبط، بقت من الاساسيات في الميك اب دلوقتي فعلا. بالظبط بيدي شكل افضل وبيدي شكل احلى كتير. احنا حطينا كمان تحت عظمه الحاجب. ليه بقى؟ دي برضو عشان احنا يعني يبرز شويه عظمه الحاجب، وكمان يدي شكل احلى كتير لرسمه العين. تمام. هنحط لون فاتح بقى جوه العين. ليه؟ ايه عشان نوسعها. هنحط لون جاي كده على فاضي شويه عشان العين توسع معايا. لو انا عايزه اعمل الميك اب دوت لفتره الصبح، ممكن من جوه العين ما احطش اللون الفاضي اللامع دوت، واحط اوف وايت او ابيض. تمام. لو دوت حجم العين بتاعي، انما لو حجم العين بتاعي كبير شويه فببدا اخد الالوان الغامقه الاسود البني الحاجات دي كلها، وابدا احطها في عينيا من جوه علشان برضو يدي شكل احلى للعين. يبقى لو واحده عينيها واسعه مش محتاجه ان هي توسعها اكتر وتحط الالوان الفاتحه، ممكن بالزبط. تحط كحل غامق، والعكس صحيح، لو واحده عينيها ضيقه فبالتالي تحط بقى الالوان الفاتحه في الكحل عشان تبان عينيها اوسع. بالظبط كده بالظبط. والمسكارا بقى بتحطي فوق وتحت. على فكره دي من النقط المهمه جدا، ناس كتير بتحط مسكارا فوق وبتنسى الرموش اللي تحت دي تماما. لا هي مهمه جدا طبعا، بالذات في الرموش اللي تحت. انت من فوق ممكن تركبي رموش اوكي، انما من تحت في ناس ما بتتقبلش قوي فكره ان انا اركب رموش سفليه. دي حقيقه فاهماني. فيبقى لازم ما اغفلش موضوع المسكرة من تحت ديت خالص. ولما اجي احط مسكرة وانا حاطه رموش ما زودش قوي في المسكرة. تمام، لان ممكن المسكرة تغير لي شكل الرموش اللي انا حطاها فيديني لوك مختلف خالص. صح فاهماني. بس طب وقولي لي رسمه الحواجب، هل انت اللي رسماها ولا انت بتمشي ورا الحواجب الشكل اللي موجود الطبيعي؟ هقول لك برده رسمه الحواجب دلوقتي. هي اصلا حواجبها مرسومه تمام، فانا ما بشتغلش فيها شغل كتير قوي. تمام، بس في حاجه اسمها قياسات الحواجب. قياسات الحواجب دي بقى احنا بنعرفها ازاي؟ بحط الفرشه بتاعتي او قلم او اي حاجه بحطها على اول الفم، دي المفروض بدايه الحاجب بتاعي. تمام. وبعدين بقلب شويه القلم بتاعي او الفرشه بتاعتي زاويه 45 درجه اوكي، دي القرش بتاع الحاجب بتاعي اللي هي الرفعه بتاعتي اوكي. وبعدين بفتح خالص الفرشه بتاعتي، دي بتكون نهايه الحاجب بتاعي. تمام. نهايه الحاجب مع نهايه العين. تمام، حلو قوي. انت بقى ليكي حريه الاختيار، عايزه ترسميها جل، عايزه ترسميها باودر، مفيش مشكله، الاثنين هيدوكي نفس الايفكت. حلو قوي قوي. بالظبط كده، باخد خط بسيط كده من تحت وبعدين برجع ارسم من تاني من فوق. وده بالباودر؟ بالباودر او بالجل مفيش مشكله، يعني نفس نفس كل حاجه. حلو جدا جدا. بس وبصرح بقى الحواجب بتاعتي عشان يبقى شكلها مرتب. حلو قوي قوي. بس كده، لو في اي زيادات بقى بشيلها. منال حلو جدا الميك اب اللي انت عملتيه بجد والله، يعني في دقايق قدرتي تحولي وشها من وش كانت مجرد حاطه فاونديشن وكونسيلر لفعلا وش عروسه. حلو قوي قوي، ميرسي ربنا يخليكي. ودي بقى اخر حاجه بقى خلاص خالص، بنحط الليب جلوس او الروج بالظبط عشان يدي لمعه ونشوف الشكل النهائي. طبعا كنا حاطين ليب لاينر في الاول تحديد، وبنحط دلوقتي بقى الروج. حلو جدا جدا، يدي برضك شكل
وطبعا لو الميك اب اللي انا حاطاه فوق العين لو كتير بحط طبعا روج يكون بسيط بالظبط، يكون اهدى من كده، يكون حاجه طبيعيه بالزبط اكتر عشان ما يبقاش كتير. بالظبط تمام. منال انا بشكرك جدا جدا بجد، عملتي ميك اب تحفه وبسنت بجد موديل زي القمر. احنا بنشكرك جدا انت معانا النهارده، وان شاء الله نشوفكم في حلقه تانية ممكن نتكلم عن ميك اب الافراح بقى وقتها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ميرسي جدا جدا. شكرا.